ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا تيتا وهيبه، انا جايه لكم النهارده علشان اتكلم معاكم في كلام مهم مهم قوي. جايه اسالكم سؤال، عارفين مين يا اولاد اللي خلق لنا البحر الكبير الكبير قوي اللي لما بنروح هناك بنلبس المايوه والعوامات وننزل نبلبط في الميه ونقعد نلعب على الشط؟ ومين كمان يا ترى اللي خلق لنا النهر الطويل اللي فيه ميه عذبه كتير وبناخدها وبنشربها؟ ومين اللي خلق لنا كل الشجر والنخل الكتير المنتشر في كل مكان اللي بناخد منه الثمار، الفاكهة الجميلة اللي طعمها جميل قوي قوي ومفيدة وبتكبرنا وتغذينا؟ عارفين مين كمان يا ولاد اللي خلق لنا الشمس اللي بتطلع الصبح تنور لنا وتدفينا، وكمان القمر اللي بيطلع بالليل بينور لنا الطريق وشكله جميل قوي؟ عارفين مين كمان اللي خلق لنا كل الحيوانات اللي بنركبها او بناكلها وكمان بتفيدنا وبتساعدنا كتير جدا في حياتنا؟ سبحان الله، فعلا سبحان الله، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق لنا كل الحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى يا ولاد هو اللي بيقدر يخلق أي شيء وكل شيء. ربنا قادر على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا إحنا كمان، إحنا خلقنا وخلق جسمنا، معجزة كبيرة قوي قوي. ربنا ليه معجزات كتير قوي في حياتنا، لازم نبص حوالينا ونشوف ربنا خلق لنا ايه في الدنيا دي. كل خلق الله في الدنيا لازم نتفرج ونشوف ونقول سبحان الله، سبحان الله على الجبال الكبيرة العظيمة العالية. شوفوا ربنا خلقه جميل ازاي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يلا انا خلصت كلامي معاكم النهاردة، وان شاء الله هاجيلكم تاني. مع السلامة.